السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً فيديو اليوم رح يكون سو كيوت للفتيات الكيوت، لأنه في فيديو اليوم رح نرسم شخصية نسمة من أنمي كوكوتاما. طبعاً خليني بس أفتح الصورة. طبعاً هاي الشخصية اللي رح نرسمها لنسمة، بدنا نرسم وجهها مشان تتعلم كيف رسم وجه نسمة المميز. طبعا اكيد انا احتمال اني انقل من عدة صور، يعني كيفية اشوف كيف الملابس اللي بتكون لابستها. ويلا نبلش بالصورة، وبتمنى انه تستفيدوا من الفيديو. ويلا نبلش. طبعا كالعادة بنستخدم قلمنا الرصاص العادي وبنستخدم الممحة، اوكي؟ ويلا نبلش. طبعا بداية رح أقوم برسم الخطوط الأولية مشان أحدد حجم الشخصية اللي رح أرسمها. طبعا هذا خط الأولي اللي للراس، شايفين الخطوط الأولية عادة بتكون مخربشة عادي، يعني ما نكترث إذا كانت صحيحة، يعني مش ضروري إنها تكون 100%. الخطوط الأولية دائما بتكون خربشة. طبعا هذا المدى اللي أنا رح أرسم فيه نسمة. رح أقوم برسم خط عريض، هسا هيك اللوحة بتبلش معانا. خط عريض، نسمة أين تنظر؟ تنظر إلينا. إذا الخط الطويل رح يجي في المنتصف هذا الشكل. تمام. عيون نسمة، رح نبلش في العيون. طبعا عيون نسمة كبيرة، رح نبلش من هون برسم العيون هذا الشكل. نعمل هيك نصف دائرة هذا الشكل. بس تقويس الحال هاي الطريقة. منخمل شوي الخط وهيك منغمقه هذا الشكل، مشان هذا الايلاينر اللي بنحط فيه عين الانمي السواد، الخط الأسود. تمام. بجيب كمان هان خط الجفن بهذا الشكل. طبعا في خط هيك هو بيجي، بس أنا مش رح أعمله لأنه الخط مش مبين معانا. رح أنتقل للاتجاه الثاني من رسم العين. طبعا أكيد بنبعد مسافة، شوفوا المسافة قديش المفروض تكون بعيدة. طبعا الخطوط الأولية اللي رسمتها هاي المدورة دائرة، ما تكترثوا فيها كثير. أهم شيء ركزوا بالملامح، الخط الأولي هذا الزائد هو اللي ركزوا عليه أكثر. تمام هيك الصورة. طبعا نحط رمشتين طوال بهذا الشكل داخل العيون. هسا بنرسم دائرة بيضاوية كبيرة الحجم، شرط انه البياض يكون مبين من شوي من الاعلى بهذا الشكل، بيكون ممتد على، شايفين كيف؟ يعني على دائرة حوالي دائرة العين. بنهوده بهذا الشكل، بتكون دائرة العين على شكل بيضة بهذا الشكل، تكون بيضة على شكل بيضة هيك، بيضة العصفورة، بيضة الدجاجة. نفس الشيء لهاي العين. بنهودها للأسفل طبعا لتحت لنهاية العين. نفس الشيء بتكون نطلع هاي الشكة لما نرسم في هاي الشكة مشان يكون العيون موازيات لبعض. بقبق
العين بيجي هان بهذا الشكل. طبعا شوفوا حفة الوجه كيف بتفرق من هان لهان بهذا الشكل، يعني هذا هو مدى الوجه ماشي. بس الأنف بيكون قريب من العيون لأنها بنت صغيرة، طبعا مش مدى اللحية من هان أنظري. الثم طبعا بيكون بهذا الشكل، بس أنا هي بتكون مبتسمة بالصورة عندي، بس أنا بدي خليها تضحك هيك مبين ثمها بهذا الشكل. حواجب بيجين عادي مايلات بهذا الشكل. هسا بدنا نرسم الوجه، حواف الوجه نجيبه لهان هيك خط من هان لهان، اللحية بتيجي لهان، بعدين بلش نوصل الخط بهذا الشكل. هي وجهها مربع شوي، يعني قديش انا كبرت العيون لسه العيون مبينات عندي اصغر في الصورة. هسا بنعملها عملية تكبير للعين مش مشكلة. صح هيك نضبط موازن الخطوط 100%. هسا كيف احنا بدنا نكبر العيون؟ طبعا العيون بيتكبروا دائما، مش بالضرورة ان نمسح كل العين عشان نكبر العين. بنمد شوي للخلف بهذا الشكل خط الايلاينر، بنمد خط بياض العين بهذا الشكل، نعمله هيك بهاي الطريقة. نمسح هذا الخط الداخلي، نوازن البؤبؤ في المنتصف بهذا الشكل. هيك كبرنا العين الأولى، شايفين كيف عملية التكبير بتكون؟ يعني مش بالضرورة برضو، مهم جدا اني انا كمان اضبط قدامكم مشان انتو يعني ما تمسحوا العين كلها، مشان لانه على الفاضل لو مسحتوا 1000 مرة مش رح تزبط معكم. لا امسحوها نفسها بس هيك من الخلف، كبروا شوية وازنوا الخط. نفس الشيء من هذا الاتجاه، بوسع خط قوس الدائرة بهذا الشكل، بنظر هنا مشان يكون الاشي متوازن، بهود خط هيك، بعدين بكبر دائرة العين بهذا الشكل، بمسح هذا الخط، بوازن البؤبؤ في المنتصف بحطه بهذا الشكل. طبعا هي لها هنا هيك لماع كبير في داخل العين. طبعا هاي زي ما انتم شايفين هيك قمت به رسم. شوف كمان صورة إلها، هي وجهها مربع كثير عريض. نظبط الرموش نطولهم بهذا الشكل. هسا رح مشان يتبين معنا الصورة أكثر رح أقوم برسم الشعر. طبعا هي بتتميز بتسريحها مميزة. هسا وين خط الجبهة بيجي عالي، خط الجبهة بيجي لهان، طبعا بنعمل الأذنين، بنعمل دائرة بهذا الشكل، دائرة أولية بهذا الشكل، دائرة أولية بهذا الشكل، عشان تكون الدوائر متوازنات. رح أقوم برسم من هون. هسا مشان عملت خط الجبهة من هان هيك لتحت شوي، خلينا نقول راح امد الخط من هان، والخط الثاني راح يغطي. شوفوا قديش من راح يغطي من مساحة الأذن هذا الشكل، وبيجي المفروض يجي مقوس أكثر هذا الشكل، شايفين كيف؟ هاي الطريقة من هان نفس شيء. تمام، رح امسح هذا الخط،
هسا رح اقوم برسم كدل الشعر او خصل الشعر الامامية بهذا الشكل. اعمل خصلي هيك، خصلي هيك زي ورق الشجر تقريبا، كمان خصلي ثالثة هنا بعجها لورا، بمشي من هنا خط وبسكرها هيك، من هان كمان هيك تسكيرة باقي الشعر. هسا في هنا خصلة ممتدة مغطية تقريبا بهذا الشكل، بس حفة الأذن من هنا بتبين منها. وشوفوا اللي من وين راح أسكرها، إنها راح تيجي من أعلى الراس لا بتغطي كافة الأذن بهذا الشكل، للأسفل بتوازي هاي الخصلة الموجودة هنا. طبعا هنا أعلى الراس بكمل خط، طبعا هي راسها مدور بهذا الشكل بيجي، من هنا كمان بمد خط دائري عشان نعمل نكمل دائرة الراس بهذا الشكل. شوي نمسح هسا الأذن الداخلية مشان ما تخربشنا، هنا كمان بنمسح هذا الخط كمان ما يخربشنا، وبمسح الخطوط الأولية. ديروا بالكم الخطوط الأولية خربشنكم هذا الشكل. طبعا مبينة من هنا نصف شبرة، خلينا نقول من هان هيك مبينة نصف الشبرة، هيك بنعملها من الأسفل بنهود لتحت بهذا الشكل. نفس الشيء من هنا، نفسها نفس هاي بس من هذا الاتجاه. هي رابطة طبعا كرمولين في راسها، هيك بنعمل. هسا بدنا نهود للجزء السفلي من الراس، طبعا رقبتها رفيعة بهذا الشكل. خط القبة بهذا الشكل، من هان نفس الشيء، طبعا بنهوده للأسفل زي ما انتم شايفين لتحت بهذا الشكل. في هيك بتعملوا هيك تقطعوجات للقبة. تمام، ننزل الأكتاف، طبعا الأكتاف صغار، هودهن للأسفل بهذا الشكل. هان نفس الشيء، ما بنعرض الأكتاف، هان بنهودهم. طبعا هيك بنعمل خطوط بهذا الشكل، خطوط الأكتاف، نعمل خط مستقيم خطين بهذا الشكل، نحط هنا زر، من هنا هيك بنعرض شوي خط الكبة، ونمسح هاي الخطوط الداخلية، نرفع خط بهذا الشكل ونرفع كمان خط بهذا الشكل. هسا بكي عنا خصل الشعر الجانبية، طبعا سهل بهذا الشكل، بنمد خط بنطعجه هاي الطريقة، وكمان الخط الثاني مش بنمده من هنا الخط، لا من هنا، من هنا بيمتد هيك بنطعجه حسب الطعجة، بنهوده للأسفل، نعمل هيك خط في المنتصف، نعمل كمان خط هان هيك. المهم يعني ما يكون ما تكون خصلة الشعر خميلة. من
ممكن من هنا هيك اعرض نتفي بس هذا الشكل. هسا بننتقل ل الجهة الاخرى، نفس الشيء من هان لهان. طبعا نعمل هيك، نتطلع على هاي الجهة مشان يتوازنن مع بعض خصلتين الشعر هذا الشكل، ومن هان كمان نفس الشيء. من هان يمكن بنخمل شوي هذا الشكل، هيك جهزت معانا الصورة. صراحة أقوم بمسح الخطوط الأولية زي ما أنتم شايفين الموجودة في الوجه، نخفي هاي الخطوط. هاي الخطوط من المهم جدا إنكم تخفوها مشان ما تخربشكم. طبعا هنا في مجموعة ألعاب واقفات على كتافها، رح أرسم في لعبة رح أرسمها اللي هي هاي اللعبة البرتقالية، يمكن صديقتها. تمام هيك رسمت صغنون هنا، يعني يدوب مبين هو. طبعا اللي بده يرسمه يرسمه، اللي ما بدها ترسمها مش مشكلة، المهم يعني هيك رسمته عشان يكون صديقة. وانا بتوقع اللي عشاق هذا الانمي اكيد رح يرسموه. تمام، بس في هنا شغلة رح اصححها شوي بالوجه مشان نكون دقيقين. هذا الشكل ايوه هيك عشان نزامن. تمام هيك وصلت لنهاية الصورة. رح اقوم بتخطيطها باقلام البي 5، مش البي 5 عفوا، 05 و08 اللي هني من اخمل انواع الاقلام اللي زي هيك، بس خطين مش يعني مخميل اكيد رفيع. ومضطرة نسرع الفيديو مشان الوقت واحكي تسريع.